السلام عليكم. تشهد جبال نه معارك شرسة تدور هذه الأيام، إذ يقول مراقبون عسكريون إنها الأقوى منذ تحرير أبرز المعسكرات في نه في الأشهر الفائتة. عودة المواجهات العسكرية إلى قلب البوابة الشرقية لصنعاء تحضر مجدداً إلى الواجهة بالتزامن مع وصول المشاورات السياسية إلى أفق أقل ما يمكن القول عنه إنه مسدود. وهذا واقع يخالف ما جاء في كلمة ولد الشيخ الأخيرة ومؤتمره الصحفي الذي لم يأتي بجديد سوى الاستمرار على ضخ جرعات مكثفة من التفاؤل وحديثه على النقاط التسع التي جاءت في الختام ومسائل تفصيلية ليس من بينها الحديث عن الرؤية الأممية التي تم طرحها وكذلك الإفصاح عن الطرف المعرقل الذي رفض التوقيع عليها. كلما ضعف صوت الحلول السياسية عاد دوي المدافع والحلول العسكرية من جديد، خصوصا في السلسلة الجبلية التي تتموضع في خاصرة صنعاء، حيث تأتي التحركات العسكرية التي يصفها خبراء عسكريون بالمهمة بعد التصرف الأحادي من قبل تحالف الانقلاب والانقلاب على مشاورات الكويت من خلال المجلس السياسي الذي ناسف المشاورات ووضع البلد أمام احتمالات تفجير الوضع عسكريا، لا سيما بعد الرفض القاطع للتوقيع على الرؤية الأممية للحل. وهنا نتساءل، هل مدافع الجيش الوطني والمقاومة في نه ورقة للضغط السياسي أم خيار نحو الحسم العسكري؟ وهل ثمة مواقع حيوية يسيطر عليها الجيش والمقاومة من شأنها تغيير المعادلة في البوابة الشرقية؟ وهل سيتم استعادة صنعاء بالطريقة ذاتها التي تعرضت للاختطاف من خلال عملية مسلحة جاءت من المدخل الشمالي؟ حول هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. دعونا بداية نشاهد هذا التقرير. على هذه المرتفعات المطلة على محافظة صنعاء تتجه بوصلة الخيارات نحو العمل العسكري، مؤذنة بالعودة إلى مربع البارود بعد أن خفتت أو تلاشت خيارات السلام. كذلك أحيي بشكل ففي الأثناء التي أعلن فيها المبعوث الأممي مغادرة الكويت بحثا عن فرصة أخرى قد تحملها الأيام المقبلة، يعلن رئيس الوفد الحكومي أن لا حل قريب وليس من المتوقع في المدى المنظور على الأقل. يأتي إحكام الجيش الوطني والمقاومة السيطرة على جبل المنارة بنهم شرقي صنعاء لترتفع في محيط العاصمة أصوات المدافع. وقائع الأحداث فيما يتعلق بمعركة استعادة الدولة تبدو اليوم قريبة أكثر من أي وقت مضى، لكن يبقى السؤال عما إذا كانت المدافع التي تدوي في نهم للتحرير أم للضغط من أجل التوقيع؟ الإجابة تأتي من خلال دعوة القوات المسلحة للمواطنين القاطنين في أمانة العاصمة وضواحيها للابتعاد عن مقرات ومواقع الميليشيات الانقلابية، وتحذرهم من مغبة التهاون أو السماح للميليشيا باستخدام منازلهم مصادر للنيران أو لأعمال عدائية ضد قوات الجيش. إنها الحرب إذن تمضي في طريقها إلى صنعاء بعد أن أفشل الانقلابيون كل مساعي السلام، حيث يأتي إعلان ميليشيا الحوثي وحزب المخلوع صالح عن أسماء المجلس السياسي المشترك بحسب متابعين استفزازا سياسيا، ينسف جهود المشاورات والإرادة الدولية في إحلال السلام كخيار يجنب اليمنيين المزيد من إراقة الدماء. تمضي الشرعية في معركة استعادة اليمن المخطوف فيما يدفع اليمنيون المهددون بالموت جوعا ثمن تصلب الميليشيا وتعنت مواقفها. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب المحلل السياسي عبد الله إسماعيل من القاهرة، وسينضم بعده آخرون عبر الهاتف. بداية معك أستاذ عبد الله، مساء الخير. مساء الخير، أهلا. نعم أستاذ عبد الله، اليوم ألقى ولد الشيخ كلمته في مؤتمر صحفي ختامي لم يأتي ربما بجديد باستثناء ذكره لبعض النقاط التسعة التي قال أنها بيان جاء بموافقة الطرفين، ونفى ذلك عبد الملك المخلفي في تغريدة له أن لا علاقة للوفد الحكومي بهذا البيان وإنما هو بيان أممي. بداية ما تعليقك على أبرز ما جاء في هذا البيان؟ يعني البيان كنا متوقعين ان يصدر بهذا الضعف، بهذا العدميه التي ليس فيها شيء. يعني هي فقط محاوله كما انا ذكرت سابقا انها تذكرنا بنهايات محادثات بييل السابقه في سويسرا، وانه يواصل محاوله تجميل الفشل، تجميل الفشل الفادح الذي مرت به المشاورات نتيجه لامرين. الامر الاول هو
عدم قدرة أو إرادة المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة على تحقيق نجاحات حقيقية واختراقات حقيقية باتجاه السلام، لأنها لا تضغط في الاتجاه الحقيقي، هي تضغط على الحكومة الشرعية وعلى الوفد الشرعي، لكنها لا تضغط على مفاتيح الحل الذين هم الانقلابيون ومفاتيح الانقلابيين في طهران وفي أماكن أخرى. وبالتالي يعني هذا كان نتيجة لهذا الأمر. الأمر الآخر هو التعنت من قبل الانقلابيين الذين يعني أكدوا بما لا يدع مجالا للشك ولا لا يدع لأي أحد التفكير في كل العالم أنهم ليسوا معنيين لا بالسلام ولا بالمشاورات، من خلال الرفض المطلق للرؤية الأممية، وأيضا من خلال أنهم زامنوا إطلاق وإعلان أسماء مجلسهم الوهمي في اليوم الذي تختتم فيه المشاورات، يعني في رسالة واضحة على أنه يعني لا يمكن أن يكون هنالك أي سلام مع هؤلاء. وبالتالي أعتقد أنه كان متوقعا أن يكون هذا البيان بهذه يعني هزيلا بهذا الشكل وليس يعني فيه شيء يذكر. نعم أستاذ عبد الله، يعني كان قبل أيام تحدث ولد الشيخ بأنه سيعلن أو سيفصح عن اسم المعرقل، وربما كان ذلك مطروحا في مجلس الأمن، ونعلم مدى العراقيل التي حدثت حتى لا يعلن هذا الطرف المعرقل. هناك حديث عن الطرفين، هناك حديث عن وجوب الثقة وإجراءات بناء الثقة، وكأن الطرف الحكومي لم يوقع ويترك الكرة في ملعب ولد الشيخ والانقلابيين. إلى ماذا يشير ذلك، خاصة وهو يتحدث عن مشاورات قادمة بعد شهر؟ ما الجديد الذي قد تطرحه هذه المشاورات إذا نحن نسير في طريقين متوازين لا يلتقيان؟ يعني لنكن واقعيين، يعني التعويل على قدرة الأمم المتحدة أو مبعوثيها في إحداث حلول حقيقية للمشكلات هو تعويل يعني واهم، وما أثبتته جميع التجارب سواء في الشرق الأوسط وغيرها لا يؤكد على أنه حتى لو امتلكت الأمم المتحدة الأدوات، نحن اليوم نتحدث عن أدوات لدى الأمم المتحدة، لديها قرار أممي تحت البند السابع ولديها إجماع دولي، وبالتالي لديها الأدوات لكن ليست لديها الإرادة. يعني اختصر المبعوث الأممي في كلمته اليوم النجاح الذي يتصوره لهذه المشاورات، وهو ما تحدثنا عنه دائما. نعم. أن الرجل يعني يجعل من وجود المشاورات هو غاية وليست وسيلة للوصول إلى الحلول، وهو قال بالحرف الواحد أنه يعني النجاح الباهر أنهم اجتمع الوفدان على طاولة واحدة وجها لوجه. يبدو أن هذه هي أقصى ما يعني يرى المبعوث الأممي أنها نجاحات تتحقق، وبالتالي ليس معنيا بأن يعلن عن المعرقلين، مع أنه إذا ما أعلن ربما يكون هنالك ضغط دولي أكبر، ربما يكون هنالك ضغط أيضا إقليمي أكبر. القضية هنا أصبحت يعني كما هو واضح يعني هنالك رخاوة من قبل الأمم المتحدة، فلنكن يعني واقعيين، ليس هنالك أفق حقيقي أو رؤية أو إرادة لأن يكون هنالك حل حقيقي للمسألة اليمنية، مع أنها أقرب إلى التحقق لأنها تمتلك مفاتيح للحل، يعني هي تمتلك مرجعيات، تمتلك إجماع دولي، وتمتلك أيضا رغبة إقليمية حتى في الذهاب إلى السلام. يعني ما زالت الحكومة الشرعية التحالف العربي يؤكدون على رغبتهم في السلام وعلى إعطائهم لهذه السلام فرصة لم تكن يعني كان حتى لم يكن يتوقعها الانقلابيون ذات أنفسهم قبل الوصول إلى الكويت. نعم، طيب أستاذ عبد الله، بهذا الحديث هل نستطيع القول أن الخيارات السياسية وصلت إلى أفق مسدود بعد رفض تحالف الانقلاب على التوقيع على الرؤية الأممية، خاصة ونحن نجد أن هناك تحركات عسكرية في الميدان؟ اسمح لي أن أستمع للإجابة منك بعد أن يعني نطلع على ما يحدث في الميدان مع الأستاذ عبد الله الشندقي الناطق باسم مقاومة صنعاء من مأرب. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور أختي العزيزة. نعم أستاذ عبد الله، يعني يقال بأن المواجهات في نهمة هذه المرة أقوى من أي وقت مضى، وهناك حديث عن سيطرة لبعض المواقع الحساسة والمهمة من بينها جبل المنارة وهو جبل استراتيجي، هل تم السيطرة على الجبل بالفعل وماذا عن المواجهات هناك؟ طبعا يعني تمت السيطرة اليوم على جبل المنارة وعلى جبل كوكبان وجبل الجبيل وسباب الخضراء ويعني قرية النعيمات والحول ومواقع أخرى وسباب يعني كانت مهمة. بالنسبة لجبل المنارة يعني هو يمثل موقع استراتيجي هام كونه يسيطر على مركز مديرية نهمة الذي هي منطقة المبيد،
وايضا يسيطر على السلفي الذي يعني يوجد فيه مفرق ارحب وخطوط الامداد لبعض المواقع التي داخل الجبهه في ميمنه الجبهه. ايضا يسيطر على نقيل ابن غيلان وبعض المواقع الاخرى داخل منطقه بني حشيش ويعني معسكر بيت دهره وبن الحارث وجزء ايضا من ارحب. نعم استاذ نعم. عبد الله، ما الذي استجد حتى عادت معركه نهم بهذه الشراسه وبهذه القوه؟ ما الذي جعلكم تتحركون بهذا الشكل؟ تحرك الجيش الوطني مسنودا بالمقاومه الشعبيه اليوم جاء نتيجه تلك الافعال الفجيه والاستفزازات التي تاتي من قبل الميليشيات وقصف المواقع التي يسيطر عليها الجيش الوطني والمقاومه، اضافه الى قصف المناطق الاهله بالسكان سواء داخل مديريه نهم او في بعض المناطق الاخرى المحاذيه لها. كل هذا دفع الجيش الوطني الى ان يتحرك باتجاه هذه المواقع والسيطره على الاماكن المهمه والتي كانت مصادر النيران والاستفزازات تأتي من هذه الأماكن. يعني الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد السيطرة على هذه المواقع يعني يتوجهون صوب يعني مناطق أيضا أخرى هامة، وستكون يعني المعركة يعني دائرة الى ان يعني تحسم الاماكن التي ياتي منها الضرب ويعني مؤاذاة الساكنين في المناطق الاهله بالسكان داخل مديريه نهم. ويعني نحن ننتظر يعني قرارات القياده السياسيه التي سيكون لها الدور الفاعل والاثر الكبير في توجيه المعركه. نعم. سواء بالاستمرار والتقدم او بالبقاء على المواقع والمناطق التي تم السيطره عليها. نعم، متى تعتقد ستاتي الاوامر بالتقدم؟ هل هناك اي انتظار لاي يعني تحرك سياسي حتى يعني ينعكس اثره على الوضع العسكري؟ بالنسبه للتحرك السياسي، الميليشيات هي من سد افق السياسي وهي من يعني قطعت الامل الذي كان لدى الشعب اليمني في ان تخرج مفاوضات الكويت الى الامام وتحديد يعني اليمنيين ويعني الذي تسببت به هذه الميليشيات. لكن هذه الميليشيات هي يعني سدت الافق وقطعت الامل ويعني كان تعنتها وعدم توقيعها وعدم يعني مصداقيتها في مفاوضات الكويت هو ما يعني دفع بصوب فشل هذه المفاوضات، والعالم كله كان شاهدا على ذلك. القيادة السياسية متمثلة في رئاسة الجمهورية والحكومة والقيادة الجيش والمقاومة كانت لديها المصداقية في أن يعني يخرج البلد إلى بر الأمان بالسلم، مع علمها أن هذه الميليشيات لا يمكن أن يعني تخرج بحلول سلام، لا تنفع معها إلا لغة القوة. اليوم بات المجتمع الدولي والإقليم يعني أكثر معرفة بأن هذه الميليشيات ليست جادة في سلامها، وبالتالي أغلقوا باب الحل السياسي ولم يبقى إلا حل الميدان والخيار العسكري. يعني إلى حين يتغير شيء في الأفق ستتغير الامور على الارض. نعم، اذا استاذ عبد الله سؤال اخير، هل تغيرت الموازين العسكريه بالنسبه لكم بعد السيطره على جبل المناره يعني نقيل ابن غيلان وتحرير الفرضه ايضا؟ بالنسبه لنا هي تغيرت الموازين العسكريه منذ بدايه دخول التحالف وبدايه انطلاق الجيش الوطني والسيطره على يعني فرضه نهم والمواقع الهامه وتحرك المعركة باتجاه الجوف والسيطرة على أماكن هامة. تغيرت الموازين العسكرية على الأرض وكان لدى الجيش الوطني القدرة الكاملة مسنودا بالمقاومة على أن يحسم المعركة على الأرض، إلا أنه آثر يعني توجيهات القيادة السياسية أن يكون الحل السلمي، وبالتالي ليس العجز هو ما دفع بنا إلى مفاوضة الكويت، بعكس الطرف الآخر العجز الميداني والعسكري على الأرض وما دفعهم إلى مفاوضة الكويت ليكون لهم إعادة تموضع وترتيب صف داخل الميدان، بينما الحكومة الشرعية الجيش الوطني كان لديها القدرة الكاملة قبل مفاوضات الكويت على السيطرة
انما دفعها يعني ما تحمله من اهتمام الشعب اليمني ككل، وحرصا منها على سلامة دماء اليمنيين وان يخرج البلد بحل سلمي يبقي على يعني نعم. الدماء والارواح والاقتصاد. لكن هذه الميليشيات كما ذكرت لك اغلقت الباب، يعني القدره كانت لدى الجيش والمقاومه يعني مسنودا بالمقاومه من قبل انفاضه الكويت، وهي وجودها الان الامكان القدره العسكريه على الحل الخيار نعم. العسكري. نعم شكرا. نعم. جاهزة لدى الجيش مسنودة بالمقاومة وقوة التحالف العربي. إذن شكرا لك أستاذ عبد الله شندقي الناطق باسم مقاومة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله كيف تقرأ هذه التحركات العسكرية؟ يعني كنت سألتك أن هناك ربما انسداد في المشاورات وهذا ما يعكس على أرض الواقع، حيث أن هناك تحركات عسكرية كثيرة يعني ربما أبرزها السيطرة على جبل المنارة والتي استمعت معنا فيها إلى حديث الأستاذ عبد الله الشندقي، وكيف قال أنها تعتبر خطوة مهمة وأنها من المواقع الحساسة أيضا لدى المقاومة. يعني في كل الأحوال لا يمكن أن يتوقف مسار المفاوضات أو المسار السياسي، ومعركة سياسية هي معركة مثلها هي كالمعركة العسكرية كالمعركة الإعلامية. وأعتقد يعني وبصراحة حتى نكون واضحين أيضا وشفافين، يعني أداء الوفد الحكومي في موضوع المشاورات السياسية كان أداء جيدا، واستطاع أن يعني يحصر الانقلابيين في زاوية، حتى أنه عندما وافق على الرؤية الأممية بكل ما فيها من سلبيات وخاصة فيما يخص الانسحاب وتجزئة الانسحابات، كان هو يعلم ويدرك أخلاق الطرف الآخر وطريقة تفكيره، وبالتالي كان أداء جيدا. الآن بعد أن أثبت الطرف الآخر الطرف الانقلابي برفضه للرؤية، بلعبه في المشاورات، في تشكيله لمجلس سياسي عبثي، كل ذلك جعل، وأيضا يعني موافقة الحكومة الشرعية على الرؤية، كل ذلك جعل العالم يدرك يعني في لحظة فارقة أن هؤلاء غير معنيين بالسلام. في تصوري نعم، لكن أستاذ عبد الله لو لاحظنا يعني مع وجود هذا الأداء الإيجابي التي تحدثت عن والتعاون اللامحدود الذي أبدى الوفد الحكومي، هناك أيضا الطرف الآخر الذي أبدى عراقيل كثيرة تابعناها مرة تلو الأخرى، ولكن لم يفصح عنه وظل الطرفان في كفة واحدة أمام الجميع. نحص الطرفين، نتحدث مع الطرفين، نأمل من الطرفين. صحيح. نعم لماذا؟ صحيح. وهذا هو نتيجة لما تحدثنا عنه من تلك الرخاوة أو عدم إرادة الأمم المتحدة في إحداث يعني حل حقيقي أو اختراق حقيقي ناحية السلام. ما أريد أن أقوله هنا أننا نمر بلحظة مهمة يجب على الحكومة الشرعية أن تستفيد منها بالتعاون مع التحالف، وهو أنه الاتجاه الآن إلى الضغط العسكري أعتقد أنه لن يلقى معارضة شديدة من قبل أطراف كثيرة في العالم. تلك الجهات أو الدول التي كانت يعني تضع بعض الفتوى على موضوع التحرك باتجاه صنعاء أو بحسم معارك في مناطق معينة، أعتقد أنها بعد هذا الأداء الواضح والفاضح من قبل الانقلابيين ورؤيتهم لموضوع السلام وعرقلتهم الواضحة، أعتقد أنها ستغض الطرف، لكن ليس لوقت طويل. ولهذا أعتقد أنه من المهم أن يكون هنالك تحركات، وأعتقد أن هذه التحركات العسكرية هي نتيجة لفهم التحالف العربي وفهم الحكومة الشرعية لأهمية هذه اللحظة التي يتعرى فيها الانقلابيون أنهم غير معنيين بالسلام. موضوع تشكيل المجلس السياسي رغم أنه من الناحية السياسية والقانونية والعسكرية لا يعني شيئا على الإطلاق، حتى من الناحية القانونية لا يعني شيئا، هو عبارة عن محاولة من الحوثي لاستنزاف ما بقي لدى علي عبد الله صالح من أمور لم يقدر عليها، وهي أيضا من علي عبد الله صالح محاولة للظهور مرة أخرى في المشهد، لكنها لا تؤثر لا على الواقع السياسي ولا على الواقع العسكري وليس لها تأثيرات قانونية. لكن أهم ما فيها أنها أرسلت رسالة واضحة أن الحوثيين وصالح ليسوا معنيين بمسار السلام، وأنه هنالك عمل على الأرض على الحكومة الشرعية بالتعاون مع التحالف وبدعم من التحالف أن تتحرك فيها باتجاه الضغط العسكري، إما لتحرير صنعاء أو على الأقل
للوصول إلى نقطة الانكسار الذي يعلن فيها الحوثي وصالح اعترافهم الحقيقي بالقرارات الدولية والذهاب وهم جاهزين ومستعدين إلى مشاورات قادمة قد تأتي بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة. نعم، هل يعني أفهم من كلامك أستاذ عبد الله أن المجتمع الدولي بات متفهما لمدى يعني إصرار الوفد الانقلابي بعدم الالتزام بالمسار السياسي وبأنه يتحرك خارج السرب بهذا المجلس السياسي، وأن المجتمع أيضا بات يائسا من يعني الحل السياسي الذي قد يقبل به الانقلابيون؟ يعني ابتداء أن المجتمع الدولي وكثير من الدوائر صنع القرار في العالم هي تدرك وتعلم أن هذه عصابة وأنها جماعة ليست معنية بمواضيع تسليم السلاح ولا الانسحاب، وأن هذه جماعة دينية متطرفة لها أهداف واضحة، لكن في بعض الأحيان تتدخل هذه الدوائر لمحاولة عرقلة بعض الأمور لمصالح ولتوازنات إقليمية نحن ندركها جيدا ونحن نعلمها دون حتى أن نذكرها الآن. لكن أعتقد أنه في لحظات هنالك غض الطرف أو هنالك بعض التفهم، وخاصة عندما تصل مثل هذه المشاورات إلى مثل هذا الطريق المسدود، هنالك حكومة شرعية تعلن بوضوح أنها توافق على كل تحركات الأمم المتحدة وتوافق على رؤيتها، هنالك طرف آخر يقول في ذلك الوقت وفي تلك اللحظة أنه يعلن تشكيل مجلس سياسي يريد أن يدير به البلد وكأنه غير معني بهذه الخطوات السياسية، وبالتالي أعتقد أي تحرك لن يلقى مقاومة كبيرة أو فيتو كبير من قبل الدوائر الدولية، وأعتقد أن هذا مهم أن يستفاد منه، لأن الأمور تتغير ما بين لحظة وأخرى وبين ساعة وأخرى وبين يوم وآخر وبين تغيرات في الداخل في الإقليم، ربما اليوم ما يسمح به اليوم أو يغض الطرف عنه اليوم لا يغض عنه الطرف غدا. ونحن لابد أيضا، اسمحي لي أن أذكر أننا في كل الأحوال عندما نتحدث ونضغط على الحكومة الشرعية بالقيام بواجبها واستكمال التحرير، أيضا لابد أن نتذكر دائما أن القضية ليست في متناول يعني في كل لحظة في متناول الحكومة الشرعية، هنالك تحالفات، هنالك تحالف عربي، هنالك قراءات إقليمية وقراءات عالمية، وهنالك أيضا خط سياسي يجب أن يؤخذ بالاعتبار، لكن الحكومة الشرعية قدمت في الخط السياسي والتشاوري ما يمكن تقديمه، ويجب أن يكون من الآن التحرك بشكل مختلف وأن يتم الاستفادة من هذا الوضوح الذي وضح فيه الانقلابيون، وأن يتم التحرك ميدانيا. وأنا أعتقد وأؤكد على أن الحكومة الشرعية والجيش الوطني والمقاومة مسنود بالتحالف لديهم القدرة على تحقيق انتصارات وتحقيق يعني مكاسب على الأرض لا نعم. يمكن أن نتصورها، ومفاجأة على كل نعم. سأعود إليك أستاذ عبد الله الحديث عن ما هي الاعتبارات لدى المجتمع الدولي في هذه الناحية، ولكن اسمح لنا أن ننضم معنا أيضا العميد سمير الحاج الناطق باسم الجيش الوطني عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيدة العميد. مساء الخير أختي الكريمة. سيدة العميد، معارك شرسة توصف بأنها الأقوى أو الأشرس منذ تحرير معسكر نه، ما سر التصعيد العسكري في هذا التوقيت تحديدا؟ على أي حال أولا شكرا لك ولقناة بلقيس. أنا أؤكد أولا أن المعارك لم تقف يوما ما حتى مع وجود لجان التهدئة، لكن لماذا اليوم ولماذا التصعيد؟ الموضوع أن الطرف الآخر بدأ أيضا يصعد بشكل كبير جدا ويحاول أن يغير ديموغرافية المعركة عسكرية ومساحتها وميدانها. نعم عسكريا، نعم أتكلم عسكريا نعم. ومن ثم كان رد الفعل اليوم غير رد الفعل بالأمس. اليوم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأقولها يعني كما يقال بالفم المليان، وإخواننا في التحالف أصبحوا العيون مفتحة ومنتبهة وجاهزة لهذه التحركات والألاعيب التي أصبحنا ربما قد يعني خبرناها بشكل كبير. نعم. الجيش الوطني رد بشكل مهني وبشكل عملي وتقدم في كل الجبهات، ليس في جبهتنا فقط، يعني هناك أيضا في تقدم في منطقة الصلب في تعز، في أيضا في الضالع في موريس كان الرد غير عادي، أيضا في الجوف في قرية الغيل كان هناك أيضا رد وتقدم. إذا نحن أمام مشهد آخر ربما لم يألفه الانقلابيون، ونحن نؤكد أنهم لن يحققوا أي مكسب إطلاقا من اليوم وصاعدا، فقط هم يقذفون الكلام إلى الموت ليس إلا. نعم. طيب أستاذ سيدة العميد عفوا، هل نفهم أن مدافع الجيش الوطني والمقاومة فينا هي خيار نحو الحسم العسكري ولا تمثل ورقة ضغط سياسي على تحالف الانقلاب للقبول بالحلول السياسية؟
دعينا اولا واقول ان هذا التقدم وهذه رده الفعل القويه للجيش الوطني اليوم هي جاءت بعد انتهاء المفاوضات ومن ثم المشاوره عفوا ومن ثم لم يقم بحاجه الى ورقه لكي يوقعوا على اتفاق ما ويوقعوا حتى على ما اتى به المبعوث الاممي من مبادرات. لا المساله اصبحت كما قلت لك ان الجيش الوطني اصبح هنا يعني له الحق في رده الفعل المناسبه حتى ربما تصل الى اوسع من ذلك. اما القرار العام لتنفيذ مهمه كبيره بحجم استعاده جميع المحافظات في الجمهوريه من الانقلابيين اعتقد ان هذا الامر كل القوى جاهزه لتنفيذه، جميع الاستعدادات تمت، لكن هذا بانتظار قرار سياسي من القياده السياسيه والعسكريه، واعتقد ان التنفيذ ما الذي يؤخر مثل هذا القرار سياده العميد؟ ما الذي يؤخر مثل هذا القرار نحو استعاده الدوله وتلاحم جميع الجبهات لاجل استعادتها؟ طيب على اي حال يا اختي العزيزه اريد ان اقول لك شيء في مسائل تنفيذ المهام العسكريه دائما تحتاج الى نوع من من الترتيب والتجهيز ربما الذي يعني احيانا يصعب تجهيزه في لحظات او في اوقات، لكن تغير الموقف وتبدل العمل من العسكري الى السياسي خاصه الذي اوقفنا في فتره المشاورات وفتره التهدئه اعتقد اننا الان فقط بحاجه الى وقت قصير كبير لاستكمال بقيه التجهيزات وترتيب المعركه القادمه باذن الله تعالى. إذا لم يرعوا هؤلاء الانقلابيين ويعودون إلى رشدهم أعتقد نحن أمام معركة واسعة بإذن الله سنستعيد الوطن بكامله، يعني رضي من رضي وغضب من غضب. إذا شكرا جزيلا لك العميد سمير الحاج ناطق باسم الجيش الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أستاذ عبد الله إسماعيل وأنت والسادة المشاهدين اسمحوا لنا فقط أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ عبد الله. استاذ عبد الله كنا نتحدث عن المجتمع الدولي ودوره في هذه الاحداث، برايك لما يعني يريد المجتمع الدولي ان تبقى دوله كاليمن مشرفه على باب المندب في ظل هذه الحرب؟ ليس المجتمع الدولي برمته وانما مجموعه من الدول التي ربما قلت ان هناك لديها سياسات معينه. يعني في كل الأحوال يعني أي صراع في أي مكان في العالم دائما يعني في ظل هذا العالم المضطرب والمتداخل والقلق ليس صراعا داخليا، يعني لا يمكن يعني لم يعد هنالك الآن صراعات داخلية بحتة، هنالك صراعات مؤثرة على المحيط تتداخل فيها الكثير من الرؤى، تتداخل فيها كثير من المصالح. يعني للأسف الشديد نحن في موقف تتنازعنا مثل هذه الرؤى والمصالح الإقليمية والتوازنات، يعني وخاصة ما يتعلق بإيران وما يتعلق بأمريكا وما يتعلق بالاتفاق النووي وما يتعلق أيضا بسوريا، هنالك أمور كثيرة يعني الجميع يدركها ويعلمها. الأمر الآخر هنالك أيضا عدم قدرة في أو رغبة في أن يكون هنالك استقرار في هذه المنطقة، يعني من العبث أن نفكر أن الولايات المتحدة أو غيرها من الدول أنها تسعى إلى استقرار في الوطن العربي، وهذا ما يعني أثبتته الأيام، يعني كل التدخلات هي تؤدي فقط الى مزيد من الاضطرابات، الى مزيد من التقسيم، الى مزيد من اشعال الفتن والمشاكل. يعني هذه يعني مثال اليمن مثال واضح على انتهازية المجتمع الدولي. نحن نتحدث عن مشكلة، هذه المشكلة لديها مرجعيات واضحة اذا ما تم تتبعها فانها يمكن ان تؤدي الى الحل. هنالك قرار أممي يضع خارطة الطريق واضحة مجمع عليها وتحت البند السابع، وبالإمكان للمجتمع الدولي أن يضغط باتجاه تنفيذها، لكن هنالك رخاوة، هنالك محاولة لإطالة أمد الأزمة، هنالك إشكالية كبيرة واضحة، هنالك توازنات في المنطقة يعني نحن ندفع ثمنها. ولهذا أقول أنه من المهم في حالة إتاحة الفرصة أو مواتاة الفرص لأن نتحرك نحن وأن ننجز على الأرض، فإنه من العيب ومن الخطأ
ألا يتم الاستفادة من هذه اللحظات وهذه الإمكانيات. نحن نعم. الآن في لحظة طيب ربما أستاذ عبد الله نستطيع أن نتحرك في الاتجاه العسكري لتحقيق شيء ما. نعم أستاذ عبد الله، يعني بالتعليق على حديث العميدة سمير الحاج معنا وكذلك زميل عبد الله الشندقي الأستاذ عبد الله الشندقي الناطق باسم مقاومة صنعاء، يعني اتفق في نقطة معينة ربما يعني لفتت انتباهي بأن موضوع تحرير صنعاء وموضوع استعادة الدولة بانتظار القرار السياسي. كنت سألت العميد سمير الحاج ما الذي يؤخر مثل هذا القرار لاستعادة الدولة، وهذا هو ما نبحث عنه أن تعاد الدولة، برأيك أنت لماذا يتأخر مثل هكذا قرار؟ هنالك كثير من الأسباب، هنالك كثير من مما يمكن أن نقول أنه يعني الأمور التي لا تساعد أو على الأقل يجب أن توضع بعين الاعتبار قبل اتخاذ القرارات السياسية، وخاصة في الحالة اليمنية الحالية. يعني لدينا نحن تحالف، وهذا التحالف أيضا له يعني تقييماته للأمور، لديه رؤيته للإجراءات العسكرية أو السياسية، لديه التزاماته أيضا الدولية والمحلية والإقليمية، أيضا يعني هنالك مسار سياسي يجب أن يحترم. الأمر المهم في هذا الأمر أننا نتعامل في كل الأحوال، الحكومة الشرعية تتعامل كدولة كدولة وليست كعصابة. يعني الدولة دائما تراعي المجتمع الدولي، تراعي تحالفاتها، تراعي كل هذه الظروف حتى تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. ولهذا يعني نحن عندما يعني نتذكر ذلك التسريب أنه كان هنالك بالفعل خطة لتحرير صنعاء، وكان هنالك تدخل من دوائر كبيرة في العالم على أن تتوقف معركة صنعاء وأن يتجه الجميع للحل السياسي، اضطرت الحكومة الشرعية أن تتعامل مع هذا الخط وأن تستجيب لهذا الاتجاه، ثم قدمت كل ما يمكن تقديمه ليس فقط للوصول إلى السلام، ولكن أيضا لتقديم الصورة الحقيقية عن للوجه الآخر من الانقلابيين، وكأنها تقول للعالم هؤلاء ما نعاني منهم في الداخل تصرفوا معهم، عانوا مثلنا كما نعاني يعني كما نعاني نحن، عانوا أنتم. في اللحظة الذي يجتمع فيها المندوبي الحوثي وصالح في داخل الكويت التي رعت المشاورات اليمنية لمدة 112 يوما يطعنها الانقلابيون ثم يعلنون المجلس السياسي، هذه إساءة للدولة الراعية للمشاورات، إساءة للمجتمع الدولي، تحدي للمجتمع الدولي. أعتقد أن الحكومة الآن قدمت كل ما يمكن تقديمه، وعلى القرار السياسي أن يكون حاضرا وأن تتحرك الأمور باتجاه تحرير ما بقي من المناطق التي تحت سيطرة الانقلابيين. نعم، إذا تعتقد أستاذ عبد الله أو نستطيع القول أن استعادة صنعاء ستتم بالطريقة ذاتها التي اختطفت بها من خلال عملية مسلحة جاءت من المدخل الشمالي؟ بالتأكيد هي ستكون استعادتها بعملية عسكرية، لكن أعتقد أن تكتيكات المعركة ستكون تراعي أهمية هذه المدينة وتراعي ما فيها من سكان يربون عن 3 ملايين نسمة، تراعي أيضا الخصوصية التاريخية لمدينة صنعاء. أعتقد أن هنالك اتجاه سيكون أولا لتحرير الطوق الحزام الأمني للمدينة، ربما لحصار يعني إمدادات الحوثيين وصالح، أيضا ربما يعني استهداف بؤر معينة مدروسة بخارطة يعني ببنك أهداف معينة. أعتقد أن كل هذا سيتم، لكن أعتقد أيضا أنها ستكون ذات خصوصية شديدة وعالية الدقة وكثيرة، يعني فيها كثير من الحذر وفيها الحفاظ على الأرواح والممتلكات. لكن أعتقد أنه ما دام اتخذ القرار فإن الأمور ستتسهل كثيرا. نعم، إذن كيف تقرأ أستاذ عبد الله يعني مسألة أن جماعة الانقلابيين تسير في 3 اتجاهات في آن واحد، اتجاه يذهب للمفاوضات واتجاه يعني يستمر في معاركه العسكرية، واتجاه آخر يبيع الوهم للناس بالمجلس العسكري وإعلان قيادته وما إلى ذلك بأن الأمور ستكون على ما يرام، سيتم استعادة مجلس النواب وبدستور اليمن ومثل هذه الادعاءات التي يعني يضحكون بها على عامة الناس؟
يعني هذا تفكير العصابات، تفكير الجماعات الغير منضبطة، لأنها لا تفهم ما معنى الدولة، لا تفهم ما معنى الإدارة، لا تفهم ما معنى التشاور والعلاقات الدولية. هي لا تفهم أبدا إلا أنها تنتصر وأن تذهب، كما ذكر أحدهم أن شاصاتهم ليست لديها ريوس. يعني هذا هو فكر الجماعات المتطرفة، الجماعات العدمية، الجماعات التي لا تهتم بالإنسان ولا تهتم بأن يعني أن يسيل الدماء. وأهم شيء لديها أن تنفذ مخطط، يعني خططها، سواء كانت تكتيكية أو مرحلية أو استراتيجية. هذه عصابة همجية تبيع الوهم، ليس فقط بالمجلس السياسي ولكن أيضا بأمور كثيرة، بأحاديث الانتصارات التي يعني ذهبت، يعني رمت بفرذات أكباد اليمنيين إلى الحدود ليحترقوا. واليوم هنالك إحصائية بأن هنالك 1500 قتيل على الحدود اليمنية، وهي تدعي أنها دخلت نجران وعسير وجيزان وتبيع الوهم لليمنيين لكي تكسب لحظات. هي ليس لديها ما تخسره على فكرة، هي تعلم أنها حتى لو عادت للمربع السياسي هي أصبحت غير مرغوب فيها. إذن أيضا في نتحدث عند العودة للمربع السياسي أستاذ عبد الله. نعم، اسمح لنا عند حديثك عن المربع السياسي أن ينضم معنا عبر الهاتف دكتور معين عبد الملك، عضو الوفد الحكومي في المشاورات، عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير دكتور معين. مساء النور دكتور معين. مؤتمر صحفي اختامي لولد الشيخ تطرق فيه إلى نقاط تسع، قال إنه تم التوافق عليها، بينما جاءت تصريح الدكتور المخلافي يقول إن البيان بيان للمبعوث الأممي. ما قراءتك لما تضمنه هذا المؤتمر الصحفي أو وكلمة ولد الشيخ؟ هو نهاية مفتوحة، لأنه لا توجد مؤشرات حتى لانعقاد الجولة القادمة ما لم يتغير موقف الطرف الانقلابي. انتهت هذه الجولة وسط أعتقد إحباط من قبل المبعوث المجتمع الدولي بعد تقديم المقترح ورفض بشكل واضح للطرف الانقلابي للتوقيع عليه. هو يعني كالعادة بيان للمبعوث يتحدث أو يحث على استكمال مسار عملية السلام، وأنه سيبذل الجهود وجولة مكوكية. ويعني أنا أشرت يعني في الأخير كانت نهاية للأسف محبطة لكل المراقبين والدول الراعية التي كانت تراقب هذه العملية لمئة يوم. نعم، ألم يسؤكم حديث الدكتور عبد معين يعني وهو يتحدث عن كلا الطرفين ويحثهم على المزيد من تقديم التنازلات، المزيد من إجراءات بناء الثقة، وكثير من النقاط التي تم ذكرها وهو يساوي بين الوفدين مع علمه تماما العلم الذي عرقل والذي كان يفترض به أن يصرح باسم ذلك المعرقل؟ كنا نتوقع لغة أوضح، لكن هو عادة يعني مبعوث دائما يمر على خيط رفيع، ومعظم مبعوثي الأمم المتحدة في أكثر من ملف. لكن أعتقد كان بيانات السفراء دول 18 أكثر من بيانين إحاطته في مجلس الأمن كانت واضحة بإشادته بموقف الحكومة ورفض الطرف الآخر وطلب من المجتمع الدولي ببذل الجهود حتى الطرف الآخر على القبول حتى يستكمل المسار بنقاشات ما بعد الاتفاق حول هذا المسودة المقترح. لكن للأسف كان هناك رفض واضح. فعادة لغة المبعوث هي دائما تحمل هذه الصيغة المحايدة الذي يحاول أن يبقى فيها على مسافة واحدة، لكن خلال هذه الجولة كان واضح في تعنت الطرف، وفي أكثر من مناسبة كان هناك بيانات توضح ذلك من دول الراية. نعم، إذن لماذا برأيك تراجع ولد الشيخ عن مسألة الحديث عن الرؤية الأممية التي تم التوقيع عليها من قبلكم ورفض التوقيع عليها تحالف الانقلاب، وتحدث عن استئناف المشاورات وأحاديث أخرى، ولا كأن يعني أنه تم التوقيع على مبادرة أممية؟ هل نعتبر أنها لاغية؟ لا، هو المهم كان إحاطته في مجلس الأمن، والإحاطة إلى حد كبير كانت واضحة فيما يتعلق بالمقترح ودعم من الدول. معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن أشارت بموقف الحكومة اليمنية وتحدثت عن المقترح الأممي. الآن أعتقد هي مرحلة جديدة، المبعوث أعتقد لم ينجح حتى في أن يصل إلى قواعد مشتركة لاستكمال هذا المقترح على الطرف الآخر، لذلك لم يكن هناك بيان ختامي أو لقاء أو لم يعني، فلذلك كان يعني الاختتام فقط ببيان المبعوث، وهذا شيء محتفظ 100 يوم. أرضية الصربة تتشكل بأنه يستطيع أن يعقد مؤتمر صحفي في معطيات حقيقية لما تم التوافق عليه.
فلم يكن لديه حصيلة إلا أن يتحدث في بيان أو في مؤتمر صحفي بشكل واضح وفي العموميات فقط. نعم، هل نستطيع القول أن مشاورة الكويت وصلت إلى فشل غير معلن؟ يعني هو شيء من هذا القبيل، لكن حتى لا يكون في إحباط في المسار السياسي بشكل كامل، ويريد أن يبذل المزيد من الجهود، لكن لن يستطيع أن يخترع العجلة من جديد. يعني قرارات واضحة، دارت نقاش يعني في هذا الجولة حول آلية تنفيذ القرار 216، وهناك يعني دعم الدول للمقترح الذي المقدم، وكما قلت في كثير من الملاحظات الحكومة عليه، لكن رفض الطرف الآخر حتى النقاش أو التوقيع على هذا المسار وبداية النقاش فيه يعني يوضح من الطرف المدعم. أعتقد مهمة ولد الشيخ ستكون شاطرة في هذه الأيام. إذن شكرا جزيلا لك دكتور معين عبد الملك، عضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، كيف تعلق على حديث دكتور معين وهو يتحدث عن أن يعني أن هناك أجواء واضح أنها يعني أن هناك فشل غير معلن، ولكن لا يريد إحباط المجتمع الدولي خاصة ولد الشيخ، وأنهم تفاجؤوا بعدم أو أحبطوا من عدم وجود يعني الحديث عن المعركة رغم وجود ذلك في الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن؟ الدكتور معين يتحدث بدبلوماسية كبيرة وعالية، وطبعا هذا أمر مطلوب ومهم لأنه عضو في 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 المشاورات، لكن من حقنا أن نقيم هذه المشاورات. يعني هذه المشاورات 112 يوما لم تطلق صراحة مختطف واحد، لم توقف حصار أي مدينة، لم تسهل دخول أي معونات، لم توقف أي جبهة من الجبهات عن القتال. هذه 122 يوما بدأت باجتماع مباشر ما بين الطرفين وانتهت بولا اجتماع واحد، يعني لم يلتقي الوفدين على الإطلاق وجها لوجه إلا في بدايتها، فهذا كان النجاح الوحيد في بداية هذه المشاورات. ثم كان هنالك المفترض كما حدث أيضا في بييل أن يكون هنالك بيانا يوقع عليه الطرفين كبيان مشترك لهذه المشاورات، ورفض الحوثيون وصالح هذا البيان، ثم تحول إلى بيان من المبعوث الأممي الذي فيه ألغى أيضا الرؤية الأممية ولم يتحدث عنها، وهو تحدث عن إنجاز وحيد وهو أن الأرضية الصلبة التي لا أحد يعلم ما هي هذه الأرضية الصلبة، الأرضية الصلبة التي يتحدث عنها المبعوث منذ أكثر من 5 أشهر ونحن نبحث عن هذه الأرضية الصلبة، لكننا لم نجد إلا قاعا صفصفا ليس فيه يعني أي نجاحات على الإطلاق. ثم الرجل يتحدث أيضا على أن النجاح الوحيد أنه استطاع أن يجمع الوفدين وجها لوجه في بداية هذه المشاورات. نحن إذن أمام يعني معادلة صفرية، أمام مشاورات عبثية. يجب أن يدرك المجتمع الدولي والمبعوث الأممي وأن يدرك العالم أن المشكلة ليست في الحكومة الشرعية التي هي شرعية ومعترف بها من العالم وهي منوطة بعودة استرداد الدولة، هنالك مشكلة تتعلق بالطرف الآخر، عليه أن يحل مشكلته مع الطرف الآخر، على العالم أن يحل مشكلته مع طرف الحوثيين وصالح، على العالم أن يحل مشكلته مع من تحداه وأعلن مجلسا سياسيا وهو يحاول أن يقر وأن يفرض الأمر الواقع رغما عن كل قرارات الأمم المتحدة. ليست مشكلة المجتمع الدولي مع اليمنيين ولا مع الحكومة الشرعية، مشكلته مع الانقلابيين، والحكومة الشرعية ومن معها التحالف معنية بتحرير ما بقي من الدولة وأن تسرد دولتها ومؤسساتها وأن تستفيد من هذه الفرصة التي هي ما بعد المشاورات دائما. نعم، لكن أستاذ عبد الله، عادة من يستفيد من هذه الفسحة أو الفرصة هم ميليشيا الانقلابيين، ونلاحظ ذلك بمحاولة سيطرتهم كثيرا على كثير من مناطق الصراع. أستاذ عبد الله، يعني لو أتينا للمشهد العام سنجد أن هناك معارك في أكثر من جبهة مشتعلة، هناك مشاورات قادمة بعد شهر إن صدق يعني صدقت نوايا الانقلابيين إن قلنا ذلك وتمت هذه المشاورات، هناك أيضا مجلس سياسي يغرد خارج منظومة الحديث عن السياسة والمشاورات والأمور العسكرية، كيف تقرأ المشهد إجمالا بكل هذه الأطر الموجودة حوله؟ يعني نحن طبعا كمراقبين ومحللين ليس لدينا يعني معلومات عسكرية حقيقية وواضحة، وليس لدينا رؤية أو اطلاع على الخطط العسكرية، لكن نحن نقرأ الأحداث، نقرأ ما يجب أن يكون. يعني نحن اليوم نتحدث عن مشاورات
فشلت بكل ما تعني الكلمة من معنى. دائما الهدن والمشاورات يستفيد منها الانقلابيون. نعم. ما بعد المشاورات لابد أن تستفيد منها الحكومة الشرعية، لأنها قدمت ما يمكن أن يكون أو أن تقدمه من أجل السلام ومن أجل يعني مسار السلام، ووصل المجتمع الدولي إلى قناعة أن هؤلاء ليسوا معنيين إلا بالحرب وبالقوة وبالقتل، وبالتالي لابد أن يكون هنالك تحركات. نحن نشهد الآن هذه التحركات التي بدأت من الأمس، من البارحة هنالك توجه باتجاه الضغط على معاقل الحوثيين في صعدة وعمران، وهذا أمر جيد ومهم. هنالك ضغط باتجاه صنعاء وهو أمر أيضا مهم، وهي معركة مهمة، ولو حسمت ستحسم كثير من المعركة. وأيضا هنالك لابد من اهتمام بتعز، باهتمام بمناطق التماس مع المناطق الجنوبية والمحافظات الجنوبية. أعتقد أن القضية أصبحت واضحة، هنالك يعني واجب على الحكومة الشرعية أن تتحرك فيه لكسر الانقلاب وعودة الدولة. نعم، عند هذه النقطة ننهي حديثنا أستاذ عبد الله إسماعيل، شكرا جزيلا لك. عبد الله إسماعيل المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من القاهرة. هذا ربما ما يجد المحللون بأن على الحكومة الشرعية أن تتحرك على الأرض لكي تكسب الجولة لصالحها هذه المرة قبل عودة المشاورات التي ربما لم يقتنع بها بعد وفد الانقلابيين الذين يغردون دائما خارج السرب. شكرا جزيلا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.